السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم والوصفه ديالكم يلقاكم في صحه جيده وفي احسن الاحوال باذن الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ممكن اننا نستعملوها للغداء ولا العشاء، سهله وبسيطه جدا ولكن لذيذه 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 بزاف كتير، بزاف لا الاطفال ولا الكبار غادي يحبوها ان شاء الله. الوصفه ديالتنا تاع اليوم كتوجد في 20 دقيقه، متكونه من الفطر ومن المكرونه ومن الكال اللي ممكن اننا نعوضوه بالسبانخ وباي انواع تاع الخضر الاخرى بحال البراكلي. هاد الوصفه هادي سهله بزاف، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبداو نصوبو الاكله ديالتنا باذن الله. من قبل ان شاء الله ما نبدا معكم الطياب غادي ندوزو ان شاء الله على المكونات. هنا عندي نص كيلو ديال الفطر، انا اليوم غادي نستعمل البورتوبيلو، غادي نشدو وغادي نقطعو على هذا الشكل هذا. ممكن تستعمل اي نوع ديال الفطر، كريميني، وايت باتن مشروم، اللي عندكم موجود ديرو. انا هذا هو اللي عندي في الثلاجه هو اللي غادي نستعمل. سو هنا عندي نص كيلو ديال الفطر. بالنسبه للخضره اللي غادي ترافقني في هاد الاكله هادي هي هو الكال. بزاف الناس قالوا لينا وري لينا الكال صحيح، حيت ديما كندير الكال انا مقطع. الكال هو هذا، كما قلت لكم انا قلبت عليه في جوجل لقيتو بانه مسمينه بالفرنسيه لي شوفريزي، وبالعربيه كاتبين عليه الكارنب. ما فهمتش علاش ديري ليه الكارنب، ما لقيتش الاسم بالعربيه. سو بالنسبه للكال، اللي ما عندوش الكال ممكن يعوضوا بلي زيبينار ولا اي نوع من الخضره بحال البروكولي، لاسباراغاس، اي حاجه اخرى. سو انا عندي الكال ديما نحاول انا نطيب بداكشي اللي موجود عندي في الثلاجه. سو الكال هو هذا. اشنو اللي غادي ندير ليه؟ غادي نحيد ليه هاد العود اللي تيكون هنا، هاد السيستم هذا اللي تيكون هنايا، لانه قاصح وما تيطيبش ما تيجيش زوين في الماكله. سو غنحيد له هاد السيستم هذا وغادي نقطعو على هاد الشكل هذا بحال هكا. السيستم ديالو ساهل، تندير ليه بحال هكا، ها هو تحيد وتنقطعو بحال هكا طريفات بالموس ولا بيديا بحال هكا. سو ان شاء الله هذا هو الخضره اللي غادي ترافقنا ان شاء الله في هذه الوصفه ديالتنا. هذه الوصفه هذه ما فيهاش اللحم، مزيانه حتى الناس لي فيجيتاريان. سو اليوم ان شاء الله ما غاديش ندير فيها اللحم، سهله التحضير وزوينه ومفيده. سو ان شاء الله من بعد ما غنسالينا من الكال غندوزو لهذا داكشي الاخر. عندي هنا الصولت الملحه، وعندي هنا الابزار الفلفل الاسود، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبده، عندي هنا نص كوب ديال الكريمه السائله ما يعادل 125 مليلتر، عندي هنايا معلقه كبيره ديال التايم الزعتره. الا عندكم هذا فريش من الاحسن، الا ما كايناش ممكن نستعملوا هذه المجففه هي اللي عندي انا. سو الا كانت مجهده بزاف وهذا كل واحد يدير على حسب الذوق، يقدر يدير معلقه صغيره يقدر يدير معلقه كبيره اكثر، انا غادي نديرها وغادي نشوف على حسب. وعندي هنايا مكون، عندي هنايا كاب ونص ديال الماء ديال الفطر. كنت صاوبت انايا البارح الشوربه ديال الفطر وبقى لي الماء وخزنته، وهو هذا اللي غادي نطيب به. حيت انا اليوم ديال الاكله ديالتي فيها الفطر غنطيب بالماء ديال الفطر. عندي هنايا جوج فصوص تاع الثوم اللي حكيت، كل واحد على حسب الرغبه، اللي بغى يدير جوج ولا ثلاثه، انا هادو شويه كبار صا درت غير جوج حكيتهم. وهنايا عندي لي بات اللي غادي نستعمل اليوم، هما التورتيلاني. انا هادو عندي معمرين بالفخوماج وبلي زيبيناخ. بالنسبه للبنات اللي هنا ردوا البال، كاين اللي تيكونوا معمرينهم باللحم، وكاين الانواع ديال لي فيجيتاريان هي اللي فيها تتكون معمره بثلاثه الانواع ديال الفخوماج ولا بالفخوماج ولي زيبيناغ. سواء انا اليوم عزلت الفخوماج ولي زيبيناغ. عندي هنا 330 غرام، ممكن تستعمل حتى نص كيلو.
ان شاء الله هادو هما هي المكونات اللي غادي يكونوا معنا في الوصفه ديالنا اليوم. كما عرفتوا الوصفه ديال اليوم من الوصفات اللي كتكون سريعه. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز نقطع هذاك الفطر ديالي ونقطع الكال ديالي ونرجع معكم ان شاء الله باش نبداو الطياب ديال الاكله ديالنا. هنايا من قطعت هذا الكال ديالي على هذا الشكل، هذا خليته شويه كبير لان الكال ملي كيدخل هذا العافيه كيفقد نصف الوزن ديالو. صافي داكشي علاش خليته شويه انا كبير هكا. صافي غسلته دابا ان شاء الله هو تيتسقطر حتى نوصل نديرو. وكذلك نفس الشيء استعملت الفطر، الفطر ديالي حتى هو غسلته وقطعته، ها هو قطعته على هذا الشكل هذا. صافي دابا ان شاء الله ندوزو ونبداو الطياب ديالنا. من المهم هاد الاكله سريعه، من المهم اننا تنوجدو كلهم العناصر ديالنا، كل شيء تيكون مغسول ومقطع ونبداو الطياب لانه تطيب بسرعه. اول حاجه غنبداو بها هي نحطو جوج معالق ديال الزبده. بسم الله، الزبده ديالتي هي تقريبا ذابت. دابا ان شاء الله غنزيدو الفطر ديالنا. غادي نبقى نحرك حتى ان شاء الله الفطر تيفقد حتى هو نصف ديال الحجم ديالو وكيشرب كاع هذيك الزبده. دابا 5 دقائق هادي باش الفطر ديالي هو تحمر وطلق هذاك الماء ديالو. دابا ان شاء الله غادي نزيدو الثومه اللي حكينا. بالنسبه لهذيك الزعتره انا غادي نزيد نص معلقه كبيره في الاول حتى ندوق ونشوف، الا كان خاصني غنزيد نكمل معلقه كبيره والا ما خاصانيش غادي نهاد ما نزيدهاش. كي هنا ملي نخلط هذا الثومه والزعتره وداكشي، دابا ان شاء الله غادي نزيد الماء ديال المشروم اللي عندي. الا ما كاينش الماء ديال المشروم نزيدوا الماء ديال الخضره ولا الماء ديال الدجاج ولا لا عندكم كنور يمكن نتوما تستعملوه. انا ما حداياش هذاك كنور حلال وداكشي علاش ما كنديرش هذوك الكيوبس. صافي من بعد ما زدنا الماء ديالنا ديال الفطر غنزيد دابا ان شاء الله الكريمه السائله ديالي. في هاد الاثناء هادي غادي نديرو الملح ديالنا. ندير الفلفل الاسود. دابا ان شاء الله ملي تبدا تبخ غادي ندوق نشوف واش خاصها الملحه ولا الفلفل الاسود قبل ما نزيد اي حاجه اخرى. دابا ان شاء الله نرجع معكم ملي تبدا ديال التطبخ. دقت انا الماكله ديالتي، لقيت الملحه والفلفل الاسود هو هذاك، وبالنسبه للزعتره غادي نكمل هذيك المعلقه الكبيره. هنا غادي نهضروا دابا على التورتيليني. هاد النوع تاع الباستا هادي انا اللي عندي كيطيب في 10 دقائق، يعني ما غاديش ما بغيتش نسلقها ونضيع منها كاع دوك الفيتامينات ديالها وداكشي يمشي في الماء. سوا غنطيبها ديريكتومون هنا. الا كان هادوك النوع تاع الباط ديالكم تيطيبوا اكثر مده طويله من الاحسن نسلقوهم عاد نزيدوهم. انا هذه مجرباها كتطيب ليا في 10 ديال الدقائق. سو دابا غادي نزيدها هنا تتلق هذاك ستارتش ديالها النشا ديالها هنا فيتامينات ديالها كلشي هنايا في نفس هذا البات اللي كنطيب فيها. غادي نقص عليها العافيه ونخليها. سو هي انا عرفتها كطيب في 10 دقائق، غادي نخليها 7 دقائق عاد غادي نجي غنحركها باش نزيد الكال ديالي. الكال الا زدتو معاها من دابا في 10 دقائق كله غادي يموت وما غاديش تبقى فيه ديك المنفعه ديالته. سو من الاحسن نخليها هنايا حتى تفوت 7 دقائق ونرجع معكم باذن الله.
سبع دقائق ديالتي سالات. دابا ان شاء الله غادي نشوف المكرونه ديالي واش طابت، الماء ديالي تشرب، ما بقى حتى حاجه. مزيان المكرونه ديالتي طيبه. دابا ان شاء الله هنا غادي نزيد هذا الكال ديالي. هنا تقريبا زدت شي خمسة الاكواب ديال الكال. دابا ان شاء الله غادي نسد عليه ونخليه غير يهبط شويه مع هذاك الصهد، ونحرك ونخلطه مع هذا مع المكرونه ومع الفطر. الكال ديالي تيبان ليا بانه نزل شويه، دابا نحركو. كما ذكرت من قبل لي هذيك المكرونه ديالو كتاخذ في الطياب كتر من 10 دقائق. ديما تتكون عينكم ميزانكم، الا خاصنا بحال دابا الماء تنزيدوا الماء ديال اللي استعملنا، ماء الفطر ولا ماء ديال الدجاج ولا ماء ديال الخضر، ونزيدوا الكريمه حتى هي شويه. شفتوا هنا هذاك الكال ديالي اللي رميت كله ما بقاش تيبان، كله انه هذا نقص من الحجم ديالو منين بدا تيطيب. صافي انا غنخليها كري 3 دقائق، لانني بغيت نخلي هاد الخضوريه ديالته، وبغيت نخليه شويه كرانشي باش نحسو به في الماكله، ماشي نقتلوه نهائيا بالطياب. هنا غادي نزيد نص كوب ديال بارميجان، هذا اختياري ولكن ديما انا كنزيدو لان اولادي هذه هي الوسيله الوحيده باش تياكلوا لي الماكله. الأكلة ديالتي صبحت جاهزة، ما نقولش لكم ما شاء الله شحال بنينة وزوينة. أنا متأكدة 100% غادي تعجب الكبار والصغار. وهكا أحبائي نكون ساليت معكم الوصفة ديال اليوم، كنتمنى أنها تكون عجباتكم. إلا إن شاء الله عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب، وإن شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة وفيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.